بليستوار تاع هذا تاع الديريكتوار اللي ما راهوش ان انتيريم، هذا هيئه جديده تحكم. سمعوا نعم سمعوا هذا لمقى. هذا ثاني اختراع قانوني، هذا القانون تروح للستاتوتي ديال الكلوب اماتور، القانون ما ينصش على هذه الورقه. هذا نفوذ، هذا عفس للقانون باش انكس كانديدا هو اللي يولي او ميم طون président du directoire. C'est une façon de placer quelqu'un. C'est une façon de placer quelqu'un. الآن DGS أنا أتساءل على الكفاءة تاع لو ديريكتور دو لا جوناس دي سبور، ما هي الكفاءة تاعو لما يشوف باللي لو ستاتيو تيب دو كلوب أرماتور ماهوش محترم؟ هذا يا إما راهو يعمل إلى صالح طرف ما أو يتجاهل القانون الجمهوري الجزائري. واضح. معاذ المرودي، ما تعليقك على الذي يحدث؟ قبل أن نستمع لما قاله السيد خالدي خليتكم تعطيونا آراءكم باش نسمعوا ليه، لأنه هو عنده نظرته، ولو أنه نظرته كمترشح ونظرته أنه يدافع على الناس اللي نحاوهم من القائمة ويقول تم تطبيق القانون صفر، راح نسمعوه بعد قليل باش نعطي كل واحد حقه ومن بعد الحكم للجمهور. والله رضوان سؤال فيه انت شقين، تتحدث على الاعضاء وابعاد الاعضاء وطريقه ابعاد الاعضاء وبعدها على انه تطبق القانون والصفه اللي في رهيب في كل عضو في الجمعيه العامه. هنا اتفق معك لانه كذلك الجمعيه العامه للاسف تاع مولوديه الجزائر، تاع النادي الهاوي لمولوديه الجزائر، البعض منهم ما عندهم حتى صفة ولسنوات هما أعضاء للجمعية العامة، وأعلم كذلك وعندي معلومات أنه كيف كانت تتم إضافة بعض أعضاء الجمعية العامة في النادي الهاوي لمولودية الجزائر. اليوم بقدرة قادر البعض ممن يستحقون البقاء والتواجد في الجمعية العامة هم غير متواجدون في الجمعية العامة على غرار كما قلنا لمنبر دونير. ولكن النقطة اللي نتحدث عليها اليوم تاع هل هي قانونية ما تم القيام به من طرف الدي جي اس؟ أنا أقول لك رضوان الإجراء هذا والمكتب مشكل ليس فقط في الدي جي اس، المشكل أيضا في الدي جي اس فقط من ناحية القانونية ومن ناحية أولا هذا الديريكتوار لا يوجد، لأنه الكلمة هذه كلمة مستهلكة، كلمة نقولوا شعبية ولا يوجد كلمة ديريكتوار ولكن مخترعة هكذا هي. لكن هو راح نسمعه بعد قليل يقول ديريكتوار وبعدها يقول ماشي ديريكتوار، خلينا معلش لا 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 حتى نوضح فقط، هي وضع تكون إجراءات تسير مؤقتة، هي لجنة تسير مؤقتة توضح هذا اللي يقول عليه القانون، هذا اللي يقول عليه القانون تاع تسير المؤقتة. اليوم إذا أعطوا له صفة تاع تسير المؤقتة ما يلزمكش بفترة تاع 3 أشهر أو 4 أشهر، القانون يقول بلي 60 يوم لازم، ما يقولش 45 يوم، لا يقول 46 يوم ولا يقول 45 يوم، واش يقول؟ نقول لك قانون الرياضة نعطيك المادة، المادة 200 المادة ديك النهار كاين المادة 217 لما يكون فيه قلنا بلي في الجومباز وفي الكثير من الرياضات تجاوزوا الحد المطلوب من المفروض تكون القانون ينص على انه ما تجاوزش فترة محددة لما تدير لجنة مسيرة او ديريكتوار. نتكلم على هذه القضية رضوان، على هذه القضية كيف؟ ما تقولش هذه القضية. لا رضوان نتكلم على هذه القضية، لماذا على هذه القضية؟ ما زعفتش. انت ماشي عضو في الجمعية العامة. حبيت برك نقول لك برك باللي قانونيا المادة القانونية تنص على انه لا يمكن تجاوز 45 يوم وممكن تحب تقرا ولا لا 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 خليه يقرا رضوان، انا ما كملتش الفكره، معليش خليه يقرا لك برك، ولكن انا ما كملتش الفكره وعطيك كمل الفكره، ما قلتش على هذا الاجراء 45 يوم، خليه يعطيك تاع 45 يوم بعد كمل. نعطيك القانون واش يقول. هذا سي لو ديكري ارتيكل 24، ان كا دونباشمون ماجور او دو ديميسيون دو بريزيدون كونستاتي بار لادمينستراسيون لوكال ستادير لا دي جي اس، la DGS, chargée des sports, le premier vice-président exécutif réuni en session extraordinaire pour constater la vacance. C'est-à-dire le premier vice-président, mais quand je n'importe qui, il cherche à dire l'intérim. Le premier vice-président assure l'intérim pendant une période qui ne saurait dépasser 45 jours à compter de la date de la constatation de la vacance. يعني الوا القانون واضح 45 يوم. سامحني نكمل لك برك ونعطيك الفكره، ما راهش نحربوا لا هنا. 45 يوم خليني نكمل برك يا معاذ، خلينا نتحدثوا 45 يوم. بعد 45 يوم لازم دير انتخابات، وهذه الانتخابات
تكون انتخابات استثنائية ولا سميها كما حبيت باش نديروا رئيس جديد. ما نقدروش نقعدوا في وضع هكذا فاكون وقال القانون ما ينصش، خليها كما راهم دايرين في البوكس واحد الوقت، داروها في الجومباس، داروها في رياضات كثيرة، انه ديباساو الوقت. انا المعلومه اللي كانت عندي من 45 الى 60 يعني ما ديباسيش شهرين، باسكو ابري 45 جور تعلن على الانتخابات في 15 يوم الجايه، صافي دير شهرين وتعاود تولي للشرعيه. انت راك تقول لي لا لا تفضل. لماذا نقول لك لا يا رضوان؟ اليوم احنا رحنا الانتخابات. ما رحناش الانتخابات. لا كانت كان من المقرر تجرى انتخابات، كانوا ثلاث مترشحين. لا لا نبدلوا الاعضاء. ديجا باش تبدل الاعضاء لازم لك تجوز على الجمعيه عامه استثنائيه، ما تقدرش تنحي بطروني والبقيه. انا قلت لك مازال في البدايه تحدثت على هذا النقطه. حتى راك تقول لي لا 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 رضوان، حتى قلت لك فيها اشرح مليح ما فهمناك. قلت لك سؤال فيه شقين، تحدثنا على تركيبة تاع الجمعية العامة، وتحدثنا على هذا الإجراء تاع لما تكلمنا على لما تدير مكتب مسير. تفقينا اليوم انتقلنا إلى المكتب المسير، لأنه تاع الانتخابات تاع تركيبة تاع الجمعية العامة تعاود ترجع الأعضاء، ولكن تاع المكتب المسير اليوم هذا اللي يوضع من ناحية القانونية، ناحية القانونية والإجراء القانوني موجود. لماذا موجود؟ القانون واش يقول لك؟ قانون الرياضه 13.05 ماده 217، متى يسهر لاتيتال؟ تسهر لما تقدر ان هناك اخطاء جسيمه وان هناك حاله انسداد. اليوم توجد حاله انسداد او لا؟ توجد حاله انسداد لانك نحيت اعضاء من الجمعيه العامه وما مشيتش للفوت. سيتي بريفيو يكون الفوت اليوم، وبعد ذلك لما ما يكونش الكوروم اللي حدث بعد ذلك رفضوا المترشحين انهم يدخلوا. شفنا القانون ما يكونش الكوروم، عندك اليوم تخول لك القانون انك تدير جمعيه عامه، لا تدير المكتب، دير لجنه تسير مؤقتا لفتره، والفتره ما هيش الفتره هذه ما هيش محددة. دير واش حبيت. لا ما هيش ما هيش محددة. وهذا المادة هذه هذه المادة 15 نرميها. ما قلتلكش المادة 15 نرميها. لا المادة هذه اللي تقول حتى تروح وتبرمج، لأنه من هاد تمشي وتفرغ كما نقولوا تنتهي من هذه الحالة تاع الانسداد، وبعد ذلك تعاود تروح لانتخابات اللي تكون بالمترشحين، وتعاود ترجع لأعضاء الجمعية العامة اللي عندهم الصفة باش يكونوا، وتنتخب على الرئيس اللي موجود. هذا رأي معاذ نمرودي. ماشي رأي رضوان، أنا تكلمت. أنا أقول لك حنا تانيك عادي، تعطينا مادة قانونية وأنا أعطيناك مادة قانونية. معليش ما نبقاوش في جدال. الصفة القانونية تاع هذا المكتب المسير. معليش هذا قلت لك رأيك ولا رأيي واش راك أنت مقتنع به، وأنا مانيش مقتنع. معليش من حقنا الاختلاف، معليش يكون موجود. أنا أعطيناك مادة قانونية، هذا خرق للقانون لفرض مترشح بالسيف، بين قوسين بالسيف. لماذا ترشح واحد يكون مرشح يصبح هو رئيس لجنة الديريكتوار؟ سيد خالدي اللي ما عندي ما نعرفوش، يعني ما عندي حتى مشكل معه، كيف لرئيس لمترشح يصبح هو رئيس الديريكتوار، هذا بين قوسين أو الهيئة. نستمع دائما قبل ما نعطي الكلمة لسي علي بن شيخ، نستمع لما قاله سيد خالدي الذي يعتبر هذا شرف كبير أنه وضع على رأس هذا الديريكتوار بين قوسين أو هذه اللجنة المسيرة. نستمع. حقيقة نجد سعيد اليوم أن يكون ولي شرف كبير كبير جدا لأن أكون أحد الفاعلين اليوم على رأس نادي مولودية الجزائر، نادي القلب، نادي التاريخ ونادي الشهداء، النادي الهاوي في وضعية جد وحرجة، وضعية نقدر نقول وضعية انسداد. السلطات العمومية قامت بالدور تاعها، قمنا كل واحد قام بالدور تاعه في المكان اللي قادر عليه، وين كان تعيين لجنة مسيرة لمرحلة انتقالية. هذه اللجنة اللي حتكون العمل تاعها حيكون العمل تاعها مباشر. إذا العمل تاعها راح يكون مباشر. قال شرف كبير لي أنني أرأس هذا الفريق كرئيس لهذه اللجنة المسيرة. يتحدث في الجزء الثاني هذا عن القائمة والإقصاءات التي تمت، وهنا بيت القصيد، كيف لمترشح أنه يحاول يبرر ما حدث، لأنه هو ماهوش لا توتال ماهوش لا دي جي اس، لكنه يؤكد بأنه اللي تم إقصائهم ما عندهمش الصفة مثل سيتي مثلا عمر بطروني. ما هذه اللي جات هي لا 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 انت لا لا ما هي اقصائيه ولا انتقائيه، هذه قائمه خرجت من القانون. القانون هو اللي فرض علينا اليوم، فرض نفسه وفرض علينا اننا تخرج لنا القائمه هذه تاع 31 نعم. ولا 31 33 الماده 15 من القانون الاساسي. واش تقول؟ تعطيك
لازم كل عضو في الجمعية العامة تكون عنده صفة. نعم. صفة عباك شيء 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 رائع بالنسبة لكون عضو وعنده صفة في الجمعية، ما يجيش عضو إلا بيعرضوا المناسبات ولا يعرضوا الجمعية العامة. عضو عنده صفة، حاجة فريمون حاجة إيجابية جدا للأعضاء هذوما. طبق القانون باش نعطيهم حقهم، حقهم الحقيقي الحقيقي الحق تاعهم واش لازم لهم، هذوما لازم لهم الصفه. نعم. عمر بطروني في الجمعيه العامه واش هي صفته؟ هنا كي تعطي له الصفه، ما عضو مونبر دونور ولا عضو في فريق كره القدم ولا هذا هو الهدف تاع هذا القانون. الناس باش تفهم القانون هذا، حنا ما نقولش حنا، نقول القانون هدايا عمره ما راح يكون إقصائي ولا انتقائي ولا قالك خير وفلان وفلان وفلان، لا، القانون طبق بحذافيره وكانت هناك العديد من النداءات من طرف مديرية الشباب والرياضة واللي هي مشكورة على الشيء هذا، نداءات بأننا نروح نديروا المطابقة. إذن لما نستمع للسيد خالدي أتصور أنني أتكلم مع واحد يخدم في وزارة الشباب والرياضة، لأنه يبرر ما لا يبرر صراحة. قالك القائمة ليست إقصائية، ما تم اللي نتم نزعهم يقول إحنا، ومن بعد يقول ماشي إحنا، يقول هادو ما عندهمش الصفة. قالك بعمر بطروني أو أي واحد لازم تكون عنده الصفة، وهذه حاجة مليحة باش داخل المجموعة. ولو أنه الأسماء اللي شفتهم أنا في 33 يقول لك باش تكون عندك صفة تكون رياضي سابق، ما همش رياضيين سابقين، لازم تكون عندك مستوى جامعي، ما عندهمش مستوى جامعي. وتروازيام كريتير اللي هو كارثة عظمى لا يتوفر في الناس اللي راهي متواجدة داخل المكتب هذا أو الأعضاء الجدد اللي متواجدين على